من منا يملك انه لا يقرأ ولا يحب بل ويذوب في الشاعر العظيم صلاح عبد الصبور؟ تعرف انه صلاح عبد الصبور واحد من اهم 100 شاعر على مستوى العالم؟ مش عارف تعرف ده ولا لا يعني، بس اتمنى انك انت تعرف ده. بقى انا هزيدك من الشعر بيت. انا واحد من الناس يعني باعتباري من المحبين المعجبين لدرجة الولا، أنا عندي الأعمال الكاملة، الأعمال الكاملة بتاع صلاح عبد الصبور في صدر المكتبة، مجلد أحمر مكتوب عليه بالذهبي في وسط مربع أسود الأعمال الكاملة صلاح عبد الصبور. خليني أخد معايا على التليفون الفنانة الرائعة معتزة صلاح عبد الصبور. إزيك يا معتزة؟ هلو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، عاملة إيه؟ سامعني؟ عشان انا محتاجه اسمع صوتك اعلى بس شويه. انا احاول اعلي صوتي قدر الامكان ولو لدرجه الهتاف. وسمعت المقدمه الرائعه الجميله اللي حضرتك قلتها. حظي حلو، حظي حلو جدا. اولا زي ما احنا بنتكلم، احنا النهارده بنتكلم على 42 سنه من سنه 81، 81 ورحيل الشاعر العظيم. فجر 14 اغسطس سنه 81. يمكن في الحالات اللي زي كده الناس بتقعد تتكلم على الشاعر، تتكلم على الأديب، تتكلم على الكاتب أو إذا كان العالم وما إلى ذلك، وأنا في رأيي أنه صلاح عبد الصبور مع حفظ اللقب بالتأكيد والتقدير وده الأهم لا يحتاج مننا للكلام للتعريف به، لكن هاخدك في حتة تبدو بعيدة شوية حول ملابسات وفاة الأستاذ صلاح عبد الصبور سنة 1900. لا بص، أنا كنت صغيرة قوي قوي الحقيقة، ومعليش أنا يعني بالرغم من أنا دلوقتي مدركة الملابسات وعارفة تفاصيلها. أيوة. يعني أنا وقتها كنت طفلة صغيرة جدا. بالرغم أن أنا مدركة دلوقتي الملابسات وعارفاها، بس أنا ما بحبش أتكلم فيها خالص. وهو يا حبيبي بابا كان عنده، وده اللي عارفينه يعرفوه عنه كويس، بابا كان عنده قدر من الشفافية والتسامح وحاجة كده رائعة. ما كانش هيحب ان تذكر او ان كل ما تيجي ليلة وفاته او ذكرى ليلة وفاته ان احنا نذكر شيء مؤلم، سواء كان مؤلم لأسرته أو للمصريين بشكل عام، لأن هو كون وجدان أجيال وأجيال. صحيح. وأجيال، ومؤلم جدا لأصدقائه بما فيهم أصدقائه اللي كانوا حاضرين الليلة دي. فأنا الحقيقة لأني عارفة روح بابا كويس قوي، ولأن عندي شيء من الروح دي، دايما بحب إن احنا نبعد، وسامحني في ده يعني. بالعكس، مقدر بحب جدا. إن احنا نبعد، إن احنا نبعد عن حاجة الكلام فيها غير مجدي ومش لطيف، ومش هقول لك بيصغر قيمة بابا، بس صلاح عبد الصبور هو الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد للألفية. وموسوعة أكسفورد للألفية دي حاجة موسوعة كبيرة جدا عملتها جامعة أكسفورد، اللي عملوا المادة بتاعة الموسوعة دي سنة 2000 هم كل العلماء والخبراء في العالم في كافة المجالات. فصلاح عبد الصبور هو الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد من ضمن أهم 100 شاعر للبشرية منذ بداية تاريخها المكتوب. ده نصا. صحيح. أهم 100 شاعر في البشرية بشكل عام. أيوة. منذ بداية تاريخها المكتوب. فإنه يبقى ده تقييم العالم ليه، وده تقييم البشرية ليه، وده تقييم أي حد بيقراه بلغة مترجمة، إنه إحنا هو ده اللي مهم إن إحنا نتكلم فيه يا فندم. مش بس فيما يخص صلاح عبد الصبور، فيما يخص صلاح عبد الصبور، فيما يخص يوسف إدريس، فيما يخص نجيب محفوظ، فيما يخص يحيى الطاهر عبد الله. إحنا عندنا إرث ثقافي ضخم علينا إن إحنا نفخر بيه جدا،
ونقدمه بقوة للعالم، نقدمه بقوة للعالم لأنه العالم عارف أهميتنا. أنا كان في أستاذ صديق لي، واعذرني لو أنا بتكلم كتير، بس دي حاجات مهمة إنها تتقال. صديق أدب عربي في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، وهي من أهم الجامعات في العالم، جامعة بيركلي. قال لي أنتوا عندكم في العالم العربي صلاح عبد الصبور وسعد الله والنوس في المسرح، دول لو ترجموا ترجمة حقيقية دول يحطوا أسماء غربية كتير في مكانهم الحقيقي، ويصعد عليهم صلاح عبد الصبور وسعد الله والنوس. ده اللي مهم إن احنا نتكلم فيه بقى. طيب يعني أنا هستأذنك أولا في أنه مقدر جدا وده حقك، وأنا أؤكد على هذا الحق، تتكلمي فيما تشائي وترفضي الحديث فيما تشائي، ده حقك 100% ولا أحد يزايد على ذلك. اختلافي الوحيد في حاجة واحدة بس، المسألة ما فيهاش تصغير من القيمة، بل هي بالعكس خالص. لكن سمعاني كده، سمعاني كده، فبقولك طبعا انت حقك 100% انك تقولي اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه، وانا معاكي 100%، وعمري ما هحاول اتطرق لموضوع مش عاوزة تتكلمي فيه، وان كان ما بين قوسين انا فاهم انت بتقصدي ايه، ولكن انا عارف ولو جزء من التفاصيل بتخلي انه قيمة صلاح عبد الصبور عندي بتزيد وبتكبر اكتر ما هي كبيرة طول الوقت. طبعا يعني طبعا طبعا، لانه هو يا حبيبي كان بيصمت امام، هو صح، كان اكثر شفافية ورقة وعنده رؤية، فبيصمت امام الزيادات. والراجل كان أيوة، لانه بني آدم حقيقي إنسانياً، حاجة غاية في الرقي، فقلبه لم يحتمل لأنه صحيح، شخص بريء يعني، عشان حصلت مزايدة رخيصة عليه. أنا مش أقصد بالبراءة، أنا أقصد أن العبقرية مرتبطة بالبراءة زي موتسارت وسالياري. وبالمناسبة أنا مبسوط خلص عشان وانتي بتذكري، فقلت يوسف إدريس ونجيب محفوظ ويحيى الطاهر عبد الله، لأنه يحيى الطاهر عبد الله واحد من أهم القيم الأدبية اللي مش واخدة حقها كما ينبغي في المشهد الثقافي. يعني يا فندم أنا خريج جامعة أمريكية أدب إنجليزي ومقارن، وماجستير أدب إنجليزي ومقارن، فلما بتكلم على الناس دي أنا بتكلم كمان بصفتي حد متخصص، مش فقط بن صلاح عبد الصبور. صحيح. فلما يبقى واحد زي جابرييل جارسيا ماركيز، مع كامل احترامي المبدع أمريكا اللاتينية العظيم، يبقى ليه كل الصيت دوت، ويحيى الطاهر عبد الله الذي لا يقل عنه موهبة، سواء هو أو العظيم الجبار يوسف إدريس، يعني احنا مهملين في حق نفسنا. يعني تستاهلي مليون سقفة. وانا لما بتكلم عن طاطا بحب اتكلم عن كل الجيل العظيم ده، لانه ده كان مشروع ثقافي ضخم، الجيل ده كان مشروع ثقافي ضخم جدا جدا. يعني تستاهلي تصفيق حاد بصراحة على الجملتين اللي قلتيهم دلوقتي حالا دول، بأمانة يعني من قلبي والله العظيم. طب يمكن أخيرا وليس أخيرا، أنه مش عاوز أطول عليكي، إلا أنه إلا أنه عايز أسألك على الجمال في شخصية صلاح عبد الصبور كما تراها معتزة، وكما يجب أن يراها الناس، مش بس بيقروا إنتاجه الفكري والشعري. بص، هو يعني عشان لأنه أحيانا بيبقى فيه تناقض، أو بيبقى فيه discrepancy كده، أو فرق ما بين شخصية الأديب وما بين إنتاجه الأدبي أو إنتاجه الشعري. الحقيقة اللي عايز يعرف صلاح عبد الصبور، صلاح عبد الصبور هو إنتاجه الأدبي والشعري بنفس قدر الشفافية والمثالية والعبقرية والبصيرة الرهيبة، ده يعني حاجة تخوف. فهو نفس الشخص ده، هو كان شخص هادئ جدا، متسامح جدا، متساني جدا، يعني حاجة والناس ما بتصدقش، بيفتكروا مثلا
انه انا بقول كده عشان انا بنته فانا هقول كده عشان ده ابويا، بس لا، يسأل في دوت كل اللي عرفوه. انا لحد النهارده ناس بتوقفني كبار دلوقتي يقولوا لي على فكره انت باباكي هو اول واحد اهتم بينا، هو الوحيد اللي نشر لنا، ما فيش قصه سمعتها عن ابويا انسانيا مش حاجه مدهشه. ودايما لما حد بيحب يقول لي انا عايزه ابتدي صلاحك بالصبور اقرا ايه، فانا دايما يعني ده وجهه نظري انا الشخصيه. أيوة. انه يبتدي بكتاب حياتي في الشعر، وهو كتاب نثري كتبه وهو في منتصف رحلته، ولكن الكتاب فيه قدر من الحميمية والظرف وبيتكلم عن علاقته بكل حاجة، عن علاقته بربنا وعن علاقته بالشعر وعن علاقته بجيله وعن علاقته بالسياسة وعن علاقته بالمرأة، ومكتوب بشكل جميل وهو كان واضح في طريقة كلامه، وأنا حاسس ده عنه لأنه حالة من الشفافية لطيفة جدا. فأنا بحب دايما أقول للناس يعني عايزين تعرفوا بابا حياتي في الشعر، لأنه لما أنا بقرأ حياتي في الشعر بيبقى كأن بابا قاعد بيكلمني. الله، أنا رغاية قوي عن أبويا، معلش. خالص بالعكس، أنا مبسوط جدا 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 بالمكالمة دي، وكنت عايز أكلمك من زمان أصلا كمان. أنا بشكرك جدا. أنا أتشرف بأي وقت تتكلم. لا ده أنا اللي أتشرف، صدقيني والله. أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة، وأشكرك جدا على الجانب ده اللي قلتيه، يعني حياتي في الشعر، اللي عاوز يعرف صلاح عبد الصبور أو يبدأ فليبدأ بهذا الكتاب. كل الشكر معتزة صلاح عبد الصبور، ابنة واحد من أهم وأكبر شعراء العالم. وكما ذكرت معتزة الحقيقة، وإن ده حقيقي طبعا 100%، وحضرتك تقدر تراجع ورانا كلنا، صلاح عبد الصبور هو العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد كواحد من أفضل 100 شاعر في العالم منذ أن قررت البشرية أن تكتب وتدون بالأساس.